وجعل جميع الأدلة في هذه الدعوة في تناغم وتناسق لتتطابق مع ما قرره المتهمين. أنا الأدلة القومية جميعها جاءت متطابقة مع الأدلة الفنية، وجاءت متطابقة مع ما قرره الشهود، وجاءت متطابقة مع ما قرره تحريات المباحث الجنائية، وما رصدته كنظام ورقة مريضة مقطع الأحداث. لما يجي النهارده المتهمين عايزين يعتنوا عن اقراراتهم واعتراضاتهم التي توافرت فيها كافه شروط صحه الاعتراض القانوني، ويدعي بعضهم بل يدعي الجميع ان كل ما عرضوه امام النيابه العامه لم يصدر عنه، فكيف ذلك؟ والمتهمه الثالثه وهي المحاميه وفي اولى جلسات التحقيق الابتدائي حضر معها صفره كبيره من النقابيين وزملائها، واقرت في حضورهم بتلك التي اقرت بها التحقيقات، ثم وجه السيد المستشار المحامي العام باعاده استجواب المتهمين، فقرروا ذات ما قرروا بجلسه الاستجواب الاولى، وان لم يكن قد اضافوا اليها بعض الاقوال الجديده التي لم تخرج عن سياق النفس، ما فيهوش في جلسه الاستجواب الثانيه، وقالوا لا ما حصلش الكلام اللي احنا قلناه في جلسه التحقيق الابتدائيه، نفس الكلام اللي هم قالوه في جلسه التحقيق الابتدائيه، هم نفس اللي قالوه في جلسه الاستجواب الثانيه، عشان يجوا النهارده يتنصروا بعد ما توقنوا انهم قد باعوا جميعهم قريبا من حق المشتقة. دليل النهارده جايبين لي شهره ما لهاش علاقه اساسا بالواقع ولا هي شهره الواقع. وتيجي تقول لي ان انا شفت الدكتور لما تيجي الشاهده دي النهارده وكان جاي يشهد عشان خاطر اقول ان انا كنت بشوف الدكتور احمد شحاته وهو بيخاف من المسلسلات الطبيه. وتعديل الفرق الراس لسه المحكمه السادسه.
استاذ الصحفيين، تفضلوا استريحوا. تفضل استاذ.